حكيت له الياس زلاك وقال له قال له شنو قال له؟ قال له الياس جماعتنا ينجموا يدافعوا علينا ولا لا؟ الياس زلاك قال له كليرمون وهذاك علاش راهو الامن الرئاسي قام بدور كبير ياسر في الثوره. قال له راهو جماعتنا ما عادش عندي ثقه فيهم ولا الغزره نتاعهم تبدلت فهمتني. وقت اللي قلنا لهم باش ندخلوا على الترهوني قالوا اي نوني با كيستيون فهمتني. دونك سايرة مشكلة كبيرة يا ستي. وقتها بلاد كاملة قاعدة تعمل هكا راهي البالونس، علاش الأمن زادة يبالونس با؟ معناها تبدلت، ما عادش نجم جو بو بلو لوغ فيغ كونفيونس كومبليتمون. يا أخي قال له دونك يفو ميو نمشيو راهو سرياتي ما قالش بن علي لازمك تمشي، قال له نمشيو. حبيت لا معاك. قالوا باهي، قالوا أنا تو نمشي نوصل الجماعة، لو تون أنت حاسيلو ريقل الحكاية وهاني راجعة وهبطت سرياتي. وباش تشوف معناها لا بريسيون اللي صايره وقتها، طايره ما كملتش البلان تاعها، عبيت لي دو تير هكا خرجت من غير ما تكمل البلان تاعها، خرجت للبريمير بيست نتاعها وطارت قبل ما تير الطياره، خاطر وقت اللي باش تير لو بوان دون فول بحذا راهو السالون دونور. دونك كلموا جيت يكلم طرهوني قال له راهو تو رئيس باش الطياره باش تير، قال له انت باش تضرب الطياره ولا لا؟ ترهوني من با في بالو لي بن علي في المطار. قالوا كيفاش معناتها؟ قالوا تيروريست ارهابي انا باش نضرب طياره؟ قالوا لا نوني با كيستيون، مي لو فات اللي بن علي باش يطير وقتها سيتي انسبيري راه. انسبيري بور توت لا تونيزي سيتي انسبيري. الطياره طارت وهما ترشقوا بال هما طاروا باهي قبل هذيك الفرحه. سي فغي كو قبل ما تطير الطياره رافقوها كراهب جراو. كيفاش طلع بن علي في الطياره؟ دز ولا ما دزش؟ ليه اسمع شوف، انت شيف دو لا سيكوريتي نتاع لو شيف دو ليتا وعندك ان دونجي ايمينون، تتكلم بقوه راه ما تتكلمش من فضلك سيد ودرا شنو معناتها يفو اتر فيغورو وقتها فهمت. راك تجي باش تدز الخوجة كونفيرمي لا فيغسيون دو سمير سورياتي اللي يقول بابا دز علي علي سورياتي دز بن علي وقال له اطلع، قال له حتى كلمه اخرى ما تقالش. اسمع شوف سي تري بوسيبل على خاطر كيما قلت لك عنده مهمه كبيره اللي هي باش يدافع على البروتيكسيون، لان هو كيما سيد عمار يقول بن علي كان قاعد يقول دافع على الحكومة. اكزاكتومون، فما حاجة أخرى زادة اللي موجودة ماهيش موجودة، الناس الكل تحب ترتاح من بعد. باهي داكوغ، دونك هذه رواية مختلفة باش نضيعوا، ثم دوسي آخر ماذا بيا ناخذوا أون سوا. والسؤال الكبير اللي يقولوه التوانسة واللي باجي قاد سيفتي عطى عليه إجابة سابقة، وينهم القناصة؟ هذا هو. شوف مشكلة القناصة طبعني مليح داكوردو لو باش نعطيك ان دي زيليمون، راه فما برشا بليزيور زيليمون باش نعطيك ان دي زيليمون. لو 14 جانفي سفير فرنسا هكا كتبها في الكتاب اللي خرجوا الشهر اللي فات، سفير فرنسا جاوه البوليسيه اللي قدام السفاره قالوا له نجموش ندخلوا لداخل. قال لهم علاش؟ قال لهم ما اوني با سيكوريتي خويا جماعه ثوره راهي واحنا البوليسيه مكروهين فهمتني. قالوا لنا نجموش باش ندافعوا عليك نقعدوا لداخل. قال لهم لا ما تدخلوش في لونسانت ديبلوماتيك نتاعنا، عملوا هكاك وفصلوا سكي توتا في نورمال راه مو لاباس انا باش نقعد مع لا يجي ما لا يجي الماء لا يجي الماكله لا يجي الروند حتى شيء راه لا بوليس سيتي تيرميني لو 14 جانفي. يا اخي السفير شعمل كلم الكي دورسي اش قال لهم؟ قال لهم ابعثوا لي حراسه. الكي دورسي بعث له 16 جي جي ان. لي 16 جي جي ان كيفاش جاوا المطار تونس خويا؟ جاوا في طياره سبيسيال طلعوا في كهرباء باش طلعوا بالسلاح نتاعهم. بربي سامحني جماعه المطار وجماعة اللي في الشارع تشوف في كهرباء هكاك ما تعدي في وسطها جماعة جي جي ان بالسلاح نتاعهم، ما تخرجش دعاية في تونس، هي تخرج بوريان دعاية. بالنسبة لك أنت دعاية. خرجت الدعاية ديجا، لا هذوما هذايا راهو سي. والقناصة احكيوا عليها بربي سلمي. هذا وقت ما تقصش عليا خاطر سي ان سوجي تري غراف. هذايا راهو سي لو 15. لو 15 لو 16. إيه ما احنا نحكيو على قبل. شوف نحكيو على قبل. إي استنى، أعطيني على شنو تحكي إكزاكتومون. نحكيو على القناصة في القصري، القناصة اللي. تحكيو على القناصة في القصري وأيمن قال لي اسمعني. عبد العزيز ايمن قال لي شخصيا مع طارق وقاعدين مع بعضنا ونعرفوا ايمن سي ان غارسون تري جونتي. قال لي ايمن كاريمون ا سارت مومون سمعنا بالقناصه وجينا للطرهوني قلنا له نمشيو ندافعوا على اهلنا. كل جو قال قبل لويت ولا نوف. قال الطرهوني تلفت لهم كما قلت انت بكري قال لهم جو ني ريان اونتوندو
باش نركحهم. قال لي بدينا نغلي ما سمعتيش بون، والقلاصة تحكي عليهم لويت لونوف، وحكاو على المرأة اللي تنقز في القصرين وتقتل العباد، وحكاو على قناصة موجودين في سيدي بوزيد. يعني والسيدة اللي تضرب تتذكروا الله يرحمه العالم الكبير اللي كان يقال المفتي نو مش المفتي نو لوتر اللي ضربوه معناها بمبال دون لوي معناها لو غون بروفيسور يونيفرسيتير اللي تضرب في مراه. دونك هنا القداسة موضوع تطرح مش كان لو 15 لو 16 تطرح قبل. شوف دونك نمشي معك في اللي تقول تو تقول دعاية، لكن زاد شدوا عبيد قالوا جاوا يصطادوا تذكرها شدوا معاك عاطفه ذكرني معنا شدهم هو نفسه كلمناهم هذوك ولا تعرف قداش ليهم جاوا يصطادوا هذوك لي سويدوا ليهم 25 سنه جاوا يصطادوا في تونس يفون اكزاكتومون ميم سيركوي. وقت اللي شدوهم شدوهم بين سلاح شدوهم بمقرن مقرن رماسي دراهم. وشكون اللي دافع عليهم؟ دافع عليهم بوليسي علاش خاطر عندهم الملف نتاعهم. ايوه لكن ملف القناص ايش معناها قناص بالنسبه لي كيضرب كان مقرونه نتاع قنص. اسمع شوف انا مقرونه نتاع صيد 16 ملم نعملها مقرونه لوبارا ونقتل بها لنحط 3 ملم. اي ما كي يموت وتعمل ليجيست ميدسان ليجيست يجي ويعمل لونكيت نتاعه شيلق مو يلقى البال شنو يلقى البال شنو توا شوف انا كيفاش خدمنا. انا ليش باليستيك خاطر مشكله كبيره ياسر نتاع القناصه. كيفاش خدمنا انا وطارق؟ خدمنا بالمقلوب مشينا للدابور ليزاناليز باليستيك كلهم شفنا شكون مات وكيفاش مات. الحاجه الاولى دابور اسمع راهو فما حاجه فما فرق كبير ياسر قبل 14 جانفي وبعد 14 جانفي. اجا نحكيو قبل 14 جانفي خاطر الملف اللي من بعد اصعب من الملف اللي قبل ما ندخلوش فيه. دونك تحبوا نهار اخر شوف شفنا ديجا بعد لونكيت اللي صارت نتاع لجنه الواحد اللي خدموا معاه عملوا فري ترافاي عملوا شبيت على القناصه مهمه. شوف فما 96 ماتوا باربال قبل هكا مكتوب في الكتاب. فما 96 ماتوا باربال افون لو 14 جانفي. في 96 هذوما قداش من واحد ما نعرفوش شكون قتلوا على خاطر البوليسيه قتلوا الحرس قتل والجيش قبل 14 واحد برك فهمتني. ديجا نعرفوا شكون قتل. فما قداش من كا اللي ما نعرفوهمش؟ فما 12 بيرسون اللي ما نعرفوهمش داكوردو. انت باش تجيب قناصه باش يقتلوا 12 بيرسون مستحيل. تعرف شنو معناها قناصه؟ قناصه يقتلك 300 600 راهو في النهار. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه سامحني انا جو بيرمي اون كيستيون كان ناخذوا حدث تالك كي في باسكولي تونس باسكولي لو 8 ولو 9 والبرجوازية الصغرى دخلت في الثوره ودخلوا صفاقس ودخلوا تونس في لو غران تونيس ودار الكوفر فو جاي في لو غران تونيس. في فما شكون مات بالقنص في هذاك الويكاند كان تي سونغلون ماتوا فيه 50 في القصرين منهم وقتها العمري والجماعه في ولايه القصرين نحكي لك ولايه القصرين انفان ماتوا 10 اما ان توكا ماتوا 8 ولا 9 في تالا ومنهم اللي تقتل لو 12 بقنص تقول داير تعرف كي تي بريسك مريض مسكين اما بعمليه قنص تقتل. شوف كيفاش عرفنا مش تايل انت مش تايل لا كيفاش عرفنا اللي بعمليه قنص؟ الاناليز باليستيك يعطيك الصحه. لقينا معناتها بال نتاع 762 توا السؤال الكبير شنو هل الامن نتاعنا يستعمل 762 ولا لا؟ اكاو فهمتني لليوم يقولوا لي الامن ما يستعمل 762 كي عملنا لونكيت نتاعنا لقينا برشا سلاح 762 عند الامن. حاجه الاولى عند البوليس دي فرونتيير نتاعنا اللي هي راهي مش بعيده على القصرين مش بعيده على تالا عندهم 762 عندهم يناغم اسمها الفال. حاجه اخرى جينا باش نثبتوا تعرف شنو نلقاو 762 شكون عنده 762 من عام 78 البوب عنده دي تري في فيو فوزي اللي هما سي دو 762 وحاجه اخرى في كل مركز فما اون 762 معناها موجود الشيء واللي يضربوا كل لي زونيتي موبيل هذوكم اللي يضربوا بالميترايوز يستعملوا اوسي دو 762 معناتها موجود 762 مش ماهوش موجود فهمتني. توا هذايا اللي نعطي فيك معطيات راه انا جون بو با بارلي دو كلكو شوز كي نبا ولكن بالنسبه لك دعايه اكثر منها واقع بالنسبه لي اذا كان بالنسبه لي اذا كان جابوا القناصه دابور شكون جاب قناصه وعلاش هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه القناص وقت اللي يجي ما يجيش باش يقتل ثلاثه من الناس خاطر ما فما كان 3 بال 762 لقيناهم في كله في اللي ماتوا الكل قبل 14 جنبي فما ثلاثه برك فهمتني. دونك فما بروبليم دو لوجيك. الحاجه الاخرى حاجه الاخرى هي اللي الشتاير سي با اون ارم دو بوليس سي اون ارم دو غير وقت اللي تضرب سي بريسك ارم لوخت فوالا انا جالي بوزي سي كيستيون الشتاير نجم يقنص بها ان بون تيغور يقنص بالشتاير. شوف الشتاير سي اون ارم مخترع ياسر يعطيوها البوليس الكل يعطيك الصحه الشتاير مخترع ياسر. اما علاش تونس اختارت الشتاير دون لي زاني 70 على خاطر نعرفوا اللي الجيش نتاعنا ضعيف في 25000 30000 اش قالوا اش قروا وقتها قروا قالوا خلي نعطيو للبوليسيه لي ميم زارم هكاك اون كا دو غير اون ملتيبلي لارمي بار دو يبداو عندهم فرد سلاح
فهمت. دونك سيتي اون ديسيزيون كي تي ساج على ليبوك. اما فيما يخص لا سيكوريتي سيفيل مخترع ياسر. علاش؟ خاطر شتاير وقت اللي تضرب اون بلاك دو ميتال 500 متر تنقبها. شو معناتها؟ معناتها كي تضرب واحد الله اللي قدر، معناتها تضرب واحد قدامك تنجم تنقبه وتقتل واحد وراه. وقت البوليس شي يقول لك لا انا ضربت واحد برك وهما ماتوا زوز وراه. هذيك الكل معناها انا اللي نعطيك هذا ثم فيلم نتاع فرونس 2 كرو تي اف اللي وراه فيه واحد يهز مخبي هذيك اللي هو اللي في بنزرت اللي عديناها احنا في التلفزه وقت اللي تشد ومزري حداد معانا تتذكرها سفيان قال ان تحذر شيد عمار دخلوا قناصة من بلاد ما نحبوش نسميهم خاطر ما عندناش معلومات وقال خرجهم بعد في 16 و17 جانفي. قال اسألوا شيد عمار وشيد عمار قالوا بيني وبينك ربي جاوبوا بعدها. هاي هذايا معنا معنا في البلاتو سمير الصريات الناس كل نجمو 14 جانفي 2014 الناس كل نجمو يتكلموا. اعطيني لي بروف شنو هي تتكلم حتى انا نحكي لك. انا عشان ناس ماتوا بقنص فما ناس ماتوا بقنص. القنص كيما قلت لك سي لو 762 كيما الشهيد ذكرني اللي هو اصله من اصله من قبلي مش من قبلي من قبلي وقتل في قبلي وكان يقاري في الصين ويقاري في السوربون وتضرب من اعلى سمعه وجاته من بال دون لوي وماتوا في الكلاب واللي مات في حمام لم واللي مات في حمام لم سوف يتفرج في الدار. ديتاي ديتاي نو سيرفاريان اجا قلت نعطيك الصحيحه الصحيحه. شوف انت امني ايوه كبير في تونس داكوردو وصارت ثورة بوليسية اللي قتلوا عندهم الحق يقتلوا راه دو لا بلوبار دي كا عندهم الحق يقتلوا فهمتني على خاطر كلهم صاروا قدام مراكز وجماعة داخلين على مراكز يضربوا فيهم. تو اعطيني هاو لا كيستيون كو جو في فو بوزي انا اعطيني الفرق بين البوليس اللي قتل في الثورة والبوليس اللي قتل قدام سفارة امريكا. قتلوا قدام سفارة امريكا ولا قتلوا ماتوا اربعة اش بيهم بوليسية هذوك ماهمش مشدودين. لا نحكي على القانون صح على القناصة أنا نحكي على القانون على القانون كيفاش فما ناس في الحبس اللي هما قتلوا هما في حبس ليسواغ دو لا ريفوليسيون فما ثلاثة ماتوا والموفق زاد اللي هو بوليسي تضرب الدكتور حاتم.